مشاهدينا معي عبر الهواء مباشرة السيدة نادية البلاسي محللة أسواق المال في مجموعة إكويتي من دبي. مرحبا بك سيدة نادية إلى هذه المواكبة. أزمات الاقتصاد كثيرة التي تتوالى، وأيضا مع هذه الأزمات هناك مخاوف التضخم التي عادت للواجهة مع ارتفاع أسعار النفط. ماذا عن رفع الفائدة؟ هل سنشهد مزيدا من رفع الفائدة؟ نقف عند هذا الحد؟ إذا وقفنا عند هذا الحد ماذا يمكن أن تفعل البنوك المركزية؟ أهلا وسهلا. بالفعل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 90 دولار يعني أمس يعني من هذا الأسبوع، وفقا على تدخلات أوبك بلس لخفض الإنتاج، هذا يعني تم في نوعا ما مخاوف أو زادت المخاوف بسبب التضخم مع ارتفاعات النفط. وأيضا يعني كان الرئيس الأمريكي كان صرح بهذه المخاوف السنة الماضية، حيث قال يعني للأسواق أن سيكون في ضرر لأوبك بلس وتدخلاتها في خفض الإنتاج. بالنسبة إلى رفع أسعار الفائدة، فنتوقع بتثبيت من الفيدرالي ب يعني معدلات الفائدة، وفقا طبعا على البيانات الاقتصادية التي جاءت ضعيفة وانعكست على الاقتصاد الأمريكي بضعف في النمو الاقتصادي، فنتوقع تثبيتا خصوصا بعد يعني الوظائف الغير زراعية التي كانت نوعا ما أيضا ضعيفة، وبيانات البطالة التي جاءت جدا كانت مرتفعة. طيب، الحديث عن معاناة المنطقة العربية من أزمة الركود، كيف ستستفيد الأسواق عربيا من الاستثمار الأجنبي؟ يعني نشهد الآن أن يعني كان في مخاوف ركود أكثر في بداية هذه السنة، ولكن مع مرور الأيام ويعني طبعا تثبيت أسعار الفائدة ويعني توقعاتنا إلى الكوارتل الرابع من هذه السنة، هذه المخاوف استبعدناها نوعا ما. وأيضا خصوصا أن الولايات المتحدة هي تكون المحرك الرئيسي لباقي الدول، وهي يعني نتوقع أن سيكون في soft landing وممكن أن لا نشهد actually ركود اقتصادي. لا نشهد ركود اقتصادي. إلى سوق الطاقة الآن، إذا أردنا نتحدث عن سوق الطاقة المؤثر يعني على الأسواق الاقتصادية العالمية مع القرار الأخير بمواصلة الخفض النفطي من دول مجموعة أوبك بلس، كيف التأثر للسوق العالمي؟ يعني كيف سيكون شكل التأثر؟ وأسعار النفط أيضا يعني نلاحظها أنها ارتفعت فوق 90 دولار. بالفعل ارتفعت أسعار برنت إلى فوق 90 دولار، ويعني بعد الأنونسمنت بتاعة سعودي أريبيا وروسيا بخفض الإنتاج بما يقرب يعني 1,300,000 برميل. ف يعني شاهدنا ايضا WTI سهم غرف تكساس الوسيط يعني ايضا تحركاته كانت جدا ايجابيه، واقترب مستويات ال 85 التي هو كان عليها يعني في هذه الشهرين، وهذا النطاق الذي يعني تكون اسعار النفط فيه. ولكن الان نشهد يعني ارتداد بسيط وفقا على ان يعني خلاص الاسعار استعارت هذه المستويات. ولكن كان البنوك الكبرى مثل بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس صرحوا أن أسعار النفط ممكن أن نشهدها عند 95 دولار في نهاية هذه العام، مما أيضا يعزز من مخاوف التضخم. في ظل الانخفاضات المتتابعة لإنتاج النفط وسط الطلب المتزايد، تأمين النفط عالميا للأسواق العالمية، هل سنراه أيضا يعني يدخل في دوامة، أم أنك برأيك يعني ترين أن موضوع إمدادات أو تأمين سلاسل النفط يعني جيدة بعد الأزمة الأوكرانية الروسية؟
يعني طبعا غير عن خفض الانتاج وتدخلات اوبك بلس، يعني شهدنا في امريكا بسبب الهوريكين الاثار ايداليا، يعني كمان اثر على يعني اسعار النفط ايضا والسبلاي بشكل اجمالي. ويعني السانكشنز اللي حطوها الولايات المتحده على كذا ولايه او كذا كونتري يعني من برا، بدأوا فيها تخفيضات هذه العقوبات، لذلك يعني ممكن ما نشوفش أي مشكلة في السبلاي في الشورت تيرم. إذا أردنا الآن أن نتحدث عن الذهب، يعني الذهب أيضا يعاني مشكلات بسبب التذبذبات الاقتصادية العالمية، أنت ما رأيك بالنسبة لمستقبل الذهب؟ يعني مستقبل الذهب اللي يعني لحد الآن يكون متجه في الاتجاه يعني اتجاه مرتفع. ليه؟ لأنه احنا كنا اوريدي متخيلين وتصورين 25 نقطة أساس رفعت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، ولكن مع تغير البيانات الاقتصادية في هذا الشهر والشهر الماضي يعني تغيرت توقعات الأسواق إلى أنه سيثبت سيتم تثبيته، مثل ما مثلا البنك الأسترالي كمان ثبت أسعار الفائدة عند 4.1%، ف يعني يكون في تثبيت في أسعار الفائدة حول العالم، لذلك أسعار الذهب ممكن أن تصعد مجددا، لأنه مع يعني رفع أسعار الفائدة كان يتجه المستثمرين إلى الدولار كونه ملاذ آمن، وأيضا رفعت أسعار الفائدة كانت تدعم الدولار وتؤذي يعني تحركات الذهب، ولكن الآن مع توقعات السوق إلى التثبيت ممكن أن نلاحظ اتجاهات السعودية أو تحركات السعودية بالنسبة إلى الذهب، خصوصا إذا كسرنا مستويات 1935 ممكن بعد كده نشهد مستويات 1950 و 1985. شكرا جزيلا لك سيدة نادية البلاسي، محللة أسواق المال في مجموعة إكويتي، عبر الهواء مباشرة من دبي على هذه المعلومات. شكرا لك.